شعب كردستاني في إيران، هناك الكثيرون منهم الذين لا يرقوهم النظام، وهم لا يرغبون في أن يكون هناك أحرار هناك ليعربوا عن ذلك، هم يعرفون ذلك. فهذه ادعاءات لا أعلم مدى دقتها أو صحتها، هي تأتي من الخدمات المخابراتية والإعلام. ولكن بالحديث عن سؤالك، ربما يرغبون في تجنب هجوم مباشر ضد إسرائيل، فإن إسرائيل سترد ضد أي هجوم. إسرائيل قد آذت وأضرت بمرافق الصواريخ البالستية، وإسرائيل قد دمرت معظم نظم الدفاع الجوية الإيرانية. فإذا هم ردوا على هجمة إيرانية، فالأغلب أنهم سيحدثون الكثير من الأذى والضرر في إيران. فإذا قد تكون هذه وسيلة لمهاجمة إقليم كردستان في العراق، وهذه ستكون مشكلة كبيرة مع الحكومة العراقية، وبالطبع مع حكومة إقليم كردستان. لازالت هناك قوات أمريكية في العراق بما في ذلك إقليم كردستان. فإذا هذا أمر ربما يقومون به، ولكنه لا نأخذ أي ما تصرح به إيران كأنه الحق المطلق.